ونروح لمجموعة من الأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل. النهاردة السكة الحديد هتفتح باب الاشتراكات لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات. النهاردة كمان هينطلق مؤتمر الاجتهاد ضرورة العصر في الأوقاف، وهيكون بحضور وزراء 55 دولة، بالإضافة لأخبار تانية هنتعرف عليها من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات تحيا مصر بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، وده هيكون من خلال التوجه لمكاتب الاشتراكات المنتشرة في المحطات المركزية على مستوى الجمهورية. النهاردة هينطلق لمدة يومين المؤتمر الدولي العام رقم 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان الاجتهاد ضرورة العصر، صوره، ضوابطه، رجاله والحاجة إليه، وده بحضور وزراء ومفتين من 55 دولة. كمان النهاردة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية هيزور مصر لمناقشة تنظيم مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036، لتكون مصر هي أول دولة عربية وإفريقية تنظم هذا الحدث العالمي الكبير. وهيقوم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته لمصر بتفقد مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهيتفقد كمان مقر اللجنة الأولمبية المصرية وزيارة المتحف الأولمبي والعديد من المنشآت الرياضية المصرية. لعشاء الكرة الأوروبية هيكون معادهم النهاردة مع 9 مباريات حماسية في إطار الجولة 5 لدوري المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. أهم اللقاءات هي منتخب أسبانيا هيواجه منتخب سويسرا الساعة 9:15، وفي نفس التوقيت هيواجه منتخب التشيك منتخب البرتغال.